معكم متابعينا الكرام في كل مكان في معرض ايفنت فيستيفال طبعا من العاصمة صنعاء المعرض الرمضاني الذي يستمر 35 يوم. حيكون معنا الآن شركة بي ام سي طبعا المحضار بيت الجودة، وحيكون معي الأستاذ محمد حاجي مشرف مبيعات. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيكم. إذا ما تكلمنا على العرض أو النشاط اللي أنتم نازلين فيه في المعرض. والله حاليا طبعا احنا نزلنا في المعرض بأسعار مخفضة جدا طبعا مع جوائز فورية طبعا على كل قطعة ترد، يعني طبق مطايب هدية مجانية فورية، زائدا السحب على الجوائز في معانا فرن. لحظة قبل ما ندخل على سحب الجوائز، العرض هذا يخص ايفنت فيستيفال ولا موجود في كل مكان؟ يخص هذا شركة بي ام سي المحضار فقط في المعرض. في المعرض؟ في المعرض فقط. لا. ايوه في المعرض فقط، يعني اي حد حيشتري المنتج من اي مكان اخر مش حيلاقي هذه العروض، لكن لو جاء للمعرض ده ممكن معانا في بعض سوبرات عروض اخرى. لكن احنا هنا ميزنا نفسنا في الجوائز الاخرى التي هي فرن، غسالات، شولات، عصارات، ساعات، وقطم رز مجانيه. طبعا بيكون معنا كل 10 ايام 35 جائزه، 35 شخص طبعا، 35 شخص كل 10 ايام، يعني معنا في خلال الفتره كامله 105 جائزه. المنتجات غير الرز، في معنا منتجات اخرى، في معنا زيوت، في معنا دقيق، في معنا تونة، في معنا عدة منتجات، بس حاليا معنا الرز فقط. يعني شركة مختصة بالأغذية. أيوة، في معنا حليبات كمان، في معنا سكر، بس حاليا اللي معنا في داخل المهرجان رز فقط. إذا أستاذ محمد حاجي مشرف مبيعات في شركة بي ام سي بيت الجودة المحضار المتواجد طبعا معنا الآن في ايفنت فيستيفال، نصيحة يا جماعة فيها سحب الموضوع يعني في جوائز، يا ريت تكونوا تجوا هنا، وطبعا المنتجات تستحق. رز المحضار غيره ما نختار. شركة بي ام سي المحضار وشركائه للتجارة المحدودة خبراء الجودة منذ 26 عاما.